تواصل مدينة الشباب 2030 طرح برامج متنوعة في مجال العلوم والتكنولوجيا كونها برامج تحاكي متطلبات العصر الحالي. من بين هذه البرامج برنامج الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، والذي طرح ضمن باقات برامج المدينة الموجهة للشباب من أجل المساهمة بشكل كبير في تدريب المشاركين وتعريفهم بمستقبل التكنولوجيا والطرق المثلى في استخدامها. يشهد العالم تحولات كبيرة في قطاع التكنولوجيا حتى أصبحت عصب الحياة، ولعل الذكاء الاصطناعي من أبرزها. فالعالم بأسره يتجه نحو هذه التقنية المتقدمة، ولأن شباب البحريني جزء مهم من هذه الثورة التكنولوجية، طرحت مدينة شباب 2030 برامج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. في الورشة نحاول نربط بين اللي هو إنترنت الأشياء، اللي هو استخدام المعدات الإلكترونية، وربطها بأنظمة يعني تستخدم الذكاء الاصطناعي. فاليوم كل قاعد يتكلم عن الذكاء الاصطناعي، المقررات الدراسية تركز على هذا الموضوع بشكل كبير، لكن احنا نحاول نعطيهم الذكاء الاصطناعي شلون يربطونه مع الهاردوير أو اللي هو مع المعدات الإلكترونية، بحيث أنه يكون في تطبيق شامل، بحيث أنهم ممكن أن يطورون تطبيقات في المستقبل من خلال ما يتعلمونه في الورشة. احنا حرصنا في هاي الورشة أن احنا نعضد التعليم النظري بتطبيقات واقعية حقيقية ممكن الإنسان يطبقها في حياته اليومية، بحيث أنه يكون عنده فهم أوسع وأشمل حق تقنيات الذكاء الاصطناعي. مثلاً استخدام التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي في القضايا الأمنية، وكذلك استخدمنا إنترنت الأشياء في مثلاً التحكم بالأدوات أو الأجهزة المنزلية، بحيث أن الطالب يكون عنده تصور أوضح حق استخدام هذه التكنولوجيا في حياته اليومية. تعزيز مهارات الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج متكامل يقدمه مدربون محترفون للدفع بالشباب البحريني إلى التعمق في هذا التخصص، لكونه أصبح جزءاً أساسياً من متطلبات سوق العمل. فتحت عندي مدارك وايد أكثر من ناحية إنه يعني كانت مقتصرة بس على الجامعة، فأحين انفتحت أكثر وصرت أعرف أكثر عن الـ IoT والـ AI، وإن شاء الله بيفيدني هاي الشيء إن شاء الله بعد في المستقبل. إحنا طبقنا وايد تجارب عملية، وهاي الشيء نفس ما قلتي ممكن يساعدني في المستقبل إن أنا أسوي مشروعي الخاص، أو إن أطبق اللي تعلمناه بإذن الله بشكل أكبر. الذكاء الاصطناعي تخصص مهم، فهو المستقبل، ممكن يسهل حياتنا بجميع النواحي، من المدارس، المستشفيات، البيوت، في كل مكان ممكن نطبقه. دورة علمتنا أشياء وايد جديدة غير عن اللي أعرفها من قبل، وخلتني أرجع اهتمامي في الذكاء الاصطناعي. هذا البرنامج التدريبي يلعب دورا كبيرا في تنمية قدراتهم في هذا المجال، ويمدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة التي ستساهم في توفير فرص عمل واعدة للمواهب البحرينية الشابة للابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة. دروس متقدمة ومتخصصة يتعرف المشاركون فيها على التفاصيل الدقيقة في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها لإيجاد المزيد من التطبيقات الذكية والمتطورة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.